السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا كاع غايه وفي صحه جيده. مرحبا بكم في قناتي، قناه بيت حنونه اللي هو دائما بيتكم. ان شاء الله ان شاء الله برك تتعلموا يعني ونتعلموا كاع ونستفادوا كاع من بعضنا. اذا هنايا راح نقدم لكم وصفه التيراميسو على طريقتي، يعني غوفيزيتي اللي عاودت درتها على طريقتي انا شخصيا. صراحه هذه يعني وصفه نتاعي الشخصيه، ان شاء الله برك تعجبكم. اذا هنا المقادير، خاصنا 4 نتاع البيض، خاصنا كاس نتاع سكر، نص كاس نتاع زيت، كاس نتاع فرينه، وخاصنا يعني ساشي نتاع لا لوفور شيميك اللي هي الخميره الكيميائيه، وخاصنا قرصه تاع ملح اضافه الى ملعقه كبيره من الكاكاو، لان راح نضيفها في اخر يعني في اخر الوصفه. اذا هنايا راح نحط بياض البيض، راح نحط كل البياض والصفار، راح نطلعهم مع الكاس نتاع السكر والقرصه نتاع الملح بالخلاط الكهربائي حتى يعني يتضاعف الحجم نتاعه. اللي ما عندهاش الخلاط الكهربائي تقدر غير بيديها بلوفوي، يعني بهذاك الفوي طلعه بيديها، فقط انها ياخذ لها شويه نتاع الوقت. اذا هنايا راح نخلط كلش حتى يتضاعف الحجم نتاعه، ومن بعد راح نزيد له الكاس تاع الزيت هذاك. اذا هنايا كاع المقادير راح نديرهم لكم دائما في صندوق الوصف يعني بالتفصيل الممل باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه، الناس اللي ما يعرفوش يعني اللغه العربيه، ونظن ان الصوره واضحه ايضا. كي ندير لكم المقادير باللغه الفرنسيه، ما يعني الصوره واضحه غنيه عن التعريف. اذا هنايا نحطوا الكاس تاع الزيت، ونعاودوا راح نزيدوا نطلعوا بالباتور الكتريك، غير شويه، واحد يعني نص دقيقه فقط، لو طون لي هذاك الزيت يتخلط مليح. ومن بعد هنايا راح نزيدوا الخميره الكيميائيه، وراح نزيدوا كاس نتاع الفرينه. في هذه المرحله من الافضل ايضا انكم تزيدوا ملعقه نتاع الكاكاو، انا فقط نسيتها صراحه، نسيتها يعني هذه هي ساماغيف دي شوز كوم سا، يعني يجوني واحد الامور هكا دايما ننسى. المهم احنا مع الاخر تفكرت باللي ما درتش الملعقه تاع الكاكاو، فدرتها مع الاخر، وحبيت كومام اني نبارطاجيها معكم، يعني نشارك الوصفه معكم باش نستفادوا كامل ان شاء الله بحول الله. اذا هذه الوصفه يعني هي مليحه كي تكون عندك كميه، يعني كي تكون عندك افراد الضياف ولا افراد العائله يكونوا كبار بزاف، راح تقطع لك بزاف خير من التيراميسو العادي، لأن التيراميسو العادي شويه فيه الخدمه. راح تشوفوا كيفاش، وراح يعني راح يقطع لك ما شاء الله، خاصه يعني في الافراد العائله اللي يكونوا الافراد نتاعها بزاف، يعني تبارك الرحمن. اذا هنايا راح نخلط، وهنايا من الافضل انك تخلطي غير بشويه باش لاباري نتاعك ما تهبطلكش، يعني باش الخليط نتاعك يحافظ على هذاك الكوتي نتاعه، لو كوتي موسو، يعني هذيك لاموس اللي داخل. وهنايا نجيبوا له بلاطو تاعي، اي بلاطو اللي عندك، انا هذا اللي كان متوفر عندي. هذو صراحه غير كيما جابوهم في ليدل عجبوني وشريتهم، خاصه كيما نديروا يعني الحلوات البارده، الحلوات الحلويات البارده فقط. ده انا كيما راكم تشوفوا، كيما قلت لكم فوالا نسيت الكاكاو تاعي، ولكن صراحه يعني كنت خايفه انه يغلبني، ولكن يعني بالخف خلطته، كنت حاسبه انه راح يلصق لي في الخليط، ولكن يعني سبحان الله يعني بالخف، وهذا الشيء فرحني يعني باش ما يعني ما عدبنيش. اذا هنايا خلط وخلط غير بشويه، ومن بعد نجيب المول نتاعي. كما قلت لكم هذاك المول غير كما جابوهم في ليدل، يعني صراحه لا سبتهم غير شريوهم، خاصه يعني يعني لي ديسير اللي يكونوا باردين راح نمونطيهم فيهم، ولا حتى الكعكات، يعني الكعكات اللي فيهم تاع لي زيتاجير اللي ندخلوهم في الكونجيلاتور باش يبردوا لنا، بزاف مليح المول نتاعهم. اذا هنايا كما راكم تشوفوا نحط الخليط نتاعي، تقدروا ديروا الخليط يعني ماشي ما ديروهش شوكولاتي، يعني ما ديروش فيه الشوكولا، يعني هذا يعني واش راح ديروا، ما ديروش فقط الكاكاو، ولكن ضيفوا ملعقه نتاع تاع واسكو تاع الفانيليا بوغ كاسي هذاك لوغو نتاع البيض، باش ما نشموش ريحه البيض فيها، او اي نكهه نتاع الليمون برتقال، فقط باش ما نشموش ريحه البيض في الحلوه نتاعنا، وندخلوها على فرن 180 درجه حتى لطيب لنا. اذا هنا ننتقلوا لاكريم تاع لو تيراميسو، هي لاكريم ماسكاربون. راح نجيبو البيض، راح ندير هنايا 4 نتاع البيض، انا راح نسيباري بياض البيض، يعني راح نفصل بياض البيض عن هذه، وريت لكم طريقه فقط اللي قدو ديروها هكا، يعني غير بيدكم تقدو تسيبارو، هذه كتدبيره من عند اختكم حاليا. المهم
هنايا كاين قلت لكم هنايا لازم تعرفوا باللي كاين شحال من طريقه باش ديروا تيراميسو، يعني هاد لاكريم لا باغي باش تطلعوها، اما تسيباراو جون يعني بياض البيض عن صفار البيض. هنايا انا راح ندير هاد الطريقه، انا نفضل ان هذه مليحه يعني سي لا ميور، انا اللي نبغيها. هنايا نطلع فقط بياض البيض وحده ونخليه يولي كيما التلج، ونعاود نطلع هنايا صفار البيض مع السكر، ونطلع لوتو حتى يتضاعف الحجم تاعه، ومن بعد نزيد لها الكريم ماسكاربون. الكريم ماسكاربون هنايا درت 250 في كاس نتاع سكر في ربعه تاع صفار البيض اللي يعني سيباريتهم مع يعني فصلتهم عن بياض البيض. ايضا راح ندير لكم كامل المقادير. فقط كحاجه بغيت نقولها لكم يعني كملاحظه، الناس اللي عايشين هنا في فرنسا راها كاينه فرق كبير ما بين كاع لي ماسكاربون. كنت حاسبه يعني انا الماسكاربون تاع ليدا يعني مليح، صح مليح، ولكن كي تطلعوا بيه اون كريم ماسكاربون لتزيين التورتات اللي كنت ديجا حطيت لكم الوصفه نتاعها في القناه نتاعي، ما ديروش نتاع ليدل لانه ما تطلع لكم لاباري تاعكم. من الاحسن ديروا ماسكاربون من النوع الجيد، لا مارك اوشون مليحه يعني جربتها ومليحه يعني كملاحظه بين قوسين. اذا هنايا نحكموا البياض ما بعد اللي طلعنا صفار البيض مع السكر نتاعنا وزدنا له الماسكاربون. هنايا نطلعوا نجيبوا البياض البيض اللي طلعناه كي التلج، وغنحطوا الملعقه الاولى والزوجه، راح نخلطوا بالخف يعني ماشي معليش الى هبطت يعني القوام تاعنا، ولكن من بعد اللي نعاودوا نحطوا يعني الكريمه المتبقيه من اللاموس نتاعي. هنايا لازم تخلطي غير بشويه يعني غير من تحت لفوق من تحت لفوق باش نحافظوا على هاد لو كوتي موسو نتاع لا كريم تاعنا، وهذا هو اللي يعطينا هذاك القوام اللي نحسو به في لو تيراميسو. اذا هذه هي لاباري تاعنا تكون هنا وجدت، راح نخليها انايا نغطيها وندخلها للفريغو نتاعي لو طون يعني لاباتي نتاعي الاخرى توجد لي، ومن بعد راح ننتقلوا نخليها ايضا تخلصها تبرد، ومن بعد ننتقلوا للمرحله النهائيه وراح تشوفوا من بعد كيفاش. اذا هنايا من بعد اللي بردت لي تماما لاباري نتاعي يعني الكعكه نتاعي كما راكم تشوفوا، تقدروا ديروها بيضه، انا فضلت نديرها شوكولا، هذا لوغو شوكولا، تقدروا ديروها ايضا بيضه، ولكن كما قلت لكم لازم تزيدوا لها الفانيليا. هنايا تقدروا ديروها كبيره صغيره على حسابكم كما راكم تشوفوا. اذا هذا المول اللي عاوني بالبزاف، الا عندكم هذاك البلاستيك اللي يجي اوتو ديروها اوتو. وهنايا نجيب القهوه سريعه الذوبان، راح نشمخها كامل باش الكعكه تاعي تشرب لي مليح يعني القهوه لمحبي القهوه. الناس اللي ما يبغوش القهوه يعني هذه يقدروا يديروا فقط الحليب، ولكن كما تعرفوا لو تيراميسو يجي فيه يعني من الاشياء الرئيسيه فيه اللي هو القهوه. ونجيبوا لا كريم ماسكاربون تاعي ونحطها الفوم. هنايا انا فضلت عندي كريم ماسكاربون ندير طبقه صغيره فقط، الا راكم باغيين طبقه تجي كبيره ايضا ضحفوا المقادير وتجيكم طبقه كبيره. انا ايضا ما بغيتش فقط تجيني، ما بغيتهاش تجيني كبيره بزاف، هذا هو القوام اللي بغيته. وصراحه يعني جات ما شاء الله، دوك تشوفوا من بعد في طبق التقديم كيفاش تجيكم يعني بزاف بنينه هاد الكعكه، خاصه في سهره رمضان من بعد حاجه حلوه يعني تجي حاجه مليحه بالبزاف. اذا ننتقلوا من بعد نخليها تبرد ليله كامله هنايا. اذا هنايا من بعد ليله كامله هنايا فقط كي نجيو غادي نقدموا لو تيراميسو تاعنا اللي نديروا هاد يعني المرحله النهائيه، ونزيدوا عليها ندروا عليها الكاكاو، لانه الكاكاو كي ندي كنحطوه بزاف ونخلوه راح يتشمخ يعني والذوق تاعه ما راحش يكون يعني بزاف مليح. هنا فقط عند التقديم نديروا هاد المرحله، الا قدمتيها على يومين ولا ثلاثه هاد المرحله ديريها على يومين ولا ثلاثه. اذا هنايا نحاول نحي الجوانب، ومن بعد بالكاكاو راح نحط الكاكاو على كامل الطبقه من الاولى يعني كيما التيراميسو نورمال. هنا تقدري تزيدي ايضا لا كريم شونتيي من الفوق، تقدري يعني ديري التزيين هو اختياري فقط، حبيت انا فقط نقول لكم لا باز وانتم تفنوا في العمل تاعكم. اذا انا راح نحطها فقط، راح ندير لها فقط الكاكاو
كما راكو تشوفوا، وتجي ما شاء الله تجي بنينه بالبزاف ان شاء الله. برك يعني تجربوها وتعطوني تعطوني يعني النتيجه في لي كومونتير ان شاء الله. اذا هذه هي من بعد التزيين، التزيين يكون دائما اختياري كما راكو تشوفوا. حبيت فقط اني نبارطاجيها معكم او نشاركها معكم، اللي بزاف بنينه. الناس اللي ما يبغوش يعني يشم، خاصه يعني كيكون عندك لا كونتيتي كبيره، هذه بين قوسين يعني دائما ننسى الستيلو والورقه بو بارتو. اذا كيكون عندك يعني ضيوف كبار وهذا ما يسلك حاجه كبيره، ويعني تغطي الغرض ان شاء الله. هذه هي البنات. اذا احباباتي هذا هو يعني الكاطون تاعي، شوفوا كيفاش يجي بزاف طري وبزاف بنين، خاصه لمحبين القهوه. هذا ما يلق لهم، هذا ما يلق لهم يعني اللي يبغوا القهوه، لكن ما تبغيش القهوه يعني هذا يعني ما نظنش انه هذا الكاطو ليك. المهم هذا هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وبالصحه والهنا ان شاء الله، ونتلاقاو في ساعات الخير. وما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. تهلاو في روحكم، واذا الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم.